اتنين بقى بسرعه عشان انت معانا يعني عامل لك شويه مداخلات حلوه كده طبعا ولكل مشاهدي برنامج الاهلي الليله. هنطير سريعا للبنان عشان ناخد مداخله مهمه جدا. الكابتن محمد غدار نجم النادي الاهلي السابق وايضا اللاعب اللبناني ونجم نادي النجم اللبناني ومن اللعيبه اللي لها تاريخ كبير في الكره اللبنانيه. تحياتي ايهاب الخطيب وتحياتي الكابتن احمد بلال. مساء الخير يا كابتن ومساء الخير لضيفك كابتن بلال. مساء النور. مساء الخير يا كابتن. لجمهور مصر وجمهور النادي الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك طبعا. ومباراه كده بترجعنا لذكريات وكلام كتير جدا ومن المواجهات اللي بتحصل بشكل قليل جدا ويمكن من محاسن البطوله العربيه اللي بنشوف مواجهات مثل مواجهه النادي الاهلي والنجم اللبناني. بالنسبه للمواجهه بين الاهلي المصري والنجم اللبناني هتكون اكيد التاريخ لفريق نادي النجمة انه هيشارك بمباراة غد مع نادي الاهلي، مباراة كبيرة وان شاء الله نادي النجمة يطلع بصورة مشرفة للكرة اللبنانية واكيد هيلاعب نادي القرن نادي الاهلي بطل افريقيا ومن افضل الفرق بافريقيا بصراحة. كابتن غدار لو قلنا ان جماهير الكرة المصرية البعض منها مش متابع شوية الكرة اللبنانية طبعا وعذرا لعدم المتابعه لبعض الجماهير ودوري مختلف، لكن الكره اللبنانيه في الفتره دي كره قويه، النجمه فرقه محترمه. عايز منك بريف سريع كده او تعريف للفريق بالشكل الفني وبنقاط القوه ونقاط الضعف. بالنسبه للكره اللبنانيه يمكن الفتره الاخيره شويه بدات تتحسن احسن بعد ما بعض اللعيبه المحترفين اللي بلشوا يرجعوا من الخارج يلعبوا بالدوري اللبناني، دي اعطت دافع اكثر للفرق وصار في ناس ممكن صار تدفع اكثر، صار في فلوس اكثر، صار في محترفين افضل من السابق. النجم اللبناني عنده خامات جيده، عنده عناصر جيده، كان تلعب بالخارج على راسهم الكابتن حسن معتوق، تمام، في عده لاعبين بيلعبوا بالمنتخب حوالي 8 لعيبه يعني، خاصة المنتخب اللبناني عامل نتائج اخر فترة نتائج اكثر من رائعة يعني. بالظبط. بس ما بننسى ان المباراة حتكون صعبة جدا يعني، خاصة انه بملعب برج العرب وضد نادي الاهلي يعني، فالمباراة حتكون سهلة. وفي نفس الوقت نادي النجمة معروف بالمباريات الخارجية ولا مباريات كأس العرب اللي دايما بيشارك فيها انه بيعمل نتائج وبيعمل مستويات بتليق بنادي النجمة وبجمهورنا النجمه بصراحه يعني. كابتن غدار كابتن احمد بلال عايز اسالك. كابتن غدار مساء الخير، ازيك؟ ايه الاخبار؟ كابتن بلال ازيك؟ كله أخبار. تمام الحمد لله. الله يخليك يا رب. عايز بس اسالك، يمكن احنا النجم اللبناني برضو من الفرق اللي بتجيد اللعب في البطولات العربيه وشفناها قبل كده في بطولات اجاد اللعب، يعني احساس وشعور اللعيبه قدام النادي الاهلي هل هو نفس الاحساس؟ يعني انت النهارده داخل تلعب النادي الاهلي، هل النهارده النجم النهارده بيفكر في ان هو لو كسب النادي الاهلي ممكن يلعب على البطوله العربيه، ولا دي مباراه بس زي ما انت قلت المباراه دي للشهره، مباراه للتاريخ، مباراه انك بتلعب نادي القرن؟ حبيبي كابتن بلال، انت بتعرف اي مباراه تنطرها ناطر لما تلعب ضد نادي كبير، نادي بحجم نادي الاهلي يعني، فاللاعب بده يعطي الماكسيموم اللي عنده يعني، بده يحط كل تقله ليبرز. ممكن بعد دي المباراه يلاقي عرض ولا اي عرض احتراف، خاصه لما يقدم مباراه كبيره ضد نادي الاهلي. واكيد اذا انت حتفوز على نادي الاهلي بقلب معكر وبداره يعني حتكون في انجاز كبير يعني. يعني اللعيبه بتعتبر المباراه دي مباراه تسويقيه بالنسبه لها قدام النادي الاهلي؟ يعني هيعتبروها بكل مباراه تسويقيه، مباراه العمر، مباراه مش هتتكرر لعده سنين لقدام يعني، بتعتقد اول لقاء بين نادي النجمه ونادي الاهلي المصري. فاي لاعب من النادي ينطر دي المباراه يعني لا تحصل بالصدفه يعني. أكيد يا كابتن، مباراة مهمة ومباراة العمر زي ما أنت قلت. أخيرا ترشح لنا مين من اللعيبة ونجوم النجمة نتفرج عليهم نركز كده في المشاهدة معاهم؟ أفضل اللعيبة اللي والله في عدة لاعبين، بس أبرزهم عندنا نادر مطر بيلعب ارتكاز، عندك حسن معتوق كابتن المنتخب حاليا هو من أبرز لعيبة. لا كابتن، حسن معتوق غني عن التعريف يعني، أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب اللبناني ومهاجم مميز جدا. بالضبط، وعنده فترة طويلة بالخارج بالاحتراف الدوري الإماراتي يعني. في عندك عمدة لاعبين، بس دول الأبرز حاليا بنادي النجمة.
يعني بالوقت الحالي. كابتن محمد غدار بشكرك ودايما متواصل معانا، وان شاء الله نشوفك بألف خير. والنادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله ونادي النجم. شكرا يا كابتن. شكرا.